صفة. شو هذا؟ 82 هذاك 83 نزل صغير. هذا طويل. هذا 82 هذاك 82 هذا في نص جو. هذا بيختلف عن السواعة الثانية. لا تايمر يا ابو السلام برضه كهربائي بس الآن. هذه سلسلة قنابل تطلق على قطاع غزة زي ما شاهدنا في قصف جميع المنازل الأراضي الزراعية وما شابه. نفس القنابل وبأحجام تزن من 250 كيلو إلى أن تصل إلى طن من المتفجرات. تعامل برضو الخبراء المتفجرات أيضا مع قذائف العيار 155 هي قذائف مدفعية تطلق من المدفعية الإسرائيلية باتجاه منازل المواطنين. لا ولا هو بيقول سائل هاي الزلات تتجلد أكيد هاي قفل. هذا تبلى محمد الطقي على كبر هي بين الكرسي. هذه قنبلة MK 82 تطلق من طائرة حربية بدون طيار إما طائرة الاف 16 أو الاف 15 تزن 250 كيلو جرام كلي. بداخلها مادة متفجرة خليط من المواد المتفجرة بالداخل. الآن أتعامل معها الفريق بفك الجزء اللي يوجد فيه الصاعقة أو المحرض الأساسي المحرض الخارجي من الجزء الخلفي. بفك الجزء الخلفي بطرق نظامية وبطرق يعني لازم يكون حريص إنه يتعامل زي ما إحنا شايفين في الصورة. فك الكتلة أو الصاعق المحرض الأساسي اللي يتم من أساسه انفجار باقي القنبلة المسقطة. صاروخ الهيلفاير AGM 114C هذا النوع نفسه. هذا الهيلفاير اطلق من طائرة الأباتشي. هاي الجزء وهي الجزء. هذا الزئ في كمان الكتلة الموجودة فيها بتكون الكتلة فيها المادة متفجرة في الأمام والعدسة أو الباحث التوجيه بتوجه على المنزل أو السيارة. الإدارة العامة في قطاع غزة تمتلك القليل جدا من الإمكانيات. لا يوجد زي ما احنا شايفين العدة التي يستخدمها الخبراء هي عدة بسيطة جدا. من الممكن نحتاج عدة شخصية تابعة للأفراد احتياجها في المهمات. لا يوجد دروع شخصية، لا يوجد دروع كاملة. زي ما احنا شايفين الخبير يتعامل مع القنبلة لا يمتلك إلا العدة البسيطة المفك والفرشاة والزراديق وما شابه فقط. الإمكانيات ضئيلة جدا ورغم ذلك يتعامل الفريق بأقل الإمكانيات حتى يرفع الأذى عن المواطنين بشكل كامل. بالراحة تعاملنا في محافظة خان يونس مع 23 قنبلة مسقطة من طائرة حربية هي قنابل الأمكي. 9 أو 10 قنابل أمكي 84 تزن القنبلة 1000 كيلو أي عادل الطن من المتفجرات. هذه تعاملنا فقط في محافظة خان يونس. الأمكي 82 تعاملنا مع 7 قنابل أمكي 82 أمكي 83 مع 4 قنابل. وهذه القنابل التي تلقى على منازل المواطنين زي ما شاهدنا في مقاطع الفيديو في المجازر القنبلة تسقط على المنزل فيسقط الأربع والخمس طوابق مباشرة من قوة وشدة هذه القنابل. يلا لف يا محمد. تايم وقت. هذا شايف التوقيت. هذا سلام صماح تكون. لا هذا الضرب بتاع الجلد. لا دق في الشحنة مش ال. في الشحنة مدال أمننا الساعق. خلاص. ردها عكس عشان تنظف الرمل. هي الرمل المسلم لا هذا بجرف المشهر ويطلع الزن الدنيا.
تلمسك تماما. هادي بلا قبل هذه قضيفة تمام، بكون في ست قطع نفس هذا. هلا صوته. كل ست قطع نفس هذا، في عندنا قطعة الوقود الجوي أو طائر الأفعى أو المسمى الإسرائيلي هي السجادة الإسرائيلية، استخدم في نظام الأرض المحروقة. تنضرب طبعا كميات كبيرة جدا. هذا الصندوق الأمام يكون فيه مادة سائلة، لما بتنضرب بعيد عن سطح الأرض تنفجر، بترفع درجة الحرارة عالية بتصل إلى 7000 درجة مئوية. هذا قنبلة الاستطلاع أو ما يسمى بصاروخ الاستطلاع أو صاروخ الإرشادي أو التحذير ما يسموه عندنا في الشارع الفلسطيني. الآن هذا البقايا، هذا غير منفجر. الآن عندنا الجزء الموجود الإلكترونيات، هذا بجرس طويل كامل عش بيجي الباحث الأمامي. الآن عندنا الرأس المتفجر، المادة المتفجرة بتكون موجودة هي بشكل هذا، جزء منها هذا الرأس المتفجر أو بتكون فيه المادة المتفجرة شديدة الانفجار، بتكون موجودة في الجزء هذا موجود.